قرية عنوانها الورد وعطرها المحبة، ففي كل منزل وعلى كل شرفة أطل الورد بألوانه الرائعة وعطره المميز ليعلن أنه هنا في قرية السخابة التي تحولت إلى حديقة للزهور. الورد بيعبر عن الإنسان وعن فرحة الإنسان وعن زينته، يعني الإنسان إذا كان مزين بيزين قدام بيته، وإذا ما بيسوى والله بيسوى له لبيته، لأن الأرض طيبة لازم يكون فيها رزق طيب. منظر هذا صورتيه. طيب بتعملوا منه مثلا ماء الورد، ماء الزهر، هيك شيء؟ لا، بس منظر. إيه منظر، هذا للمنظر. فيه ورد بيستفاد به منه ببيعه، بس هذا منظر عند البيت منزين مشان. كيف هيك بتحسي براحة نفسية لما؟ اي والله، اي بالله. كيف بينعكس عليك احكي لي؟ نعم، كيف بينعكس على نفسيتك؟ هلا مثل هلا ريحتي لها البر هيك بتغير جو البيت، بتلاقيها كيس الخضرة السجار هذا كله، هاي فضل من الله. قرية السخابة قرية جميلة تقع جنوب مدينة اللاذقية ب 35 كيلومتر، تبعد عن مدينة جبلة 12 كيلومتر، منسوبة عن سطح البحر حوالي 100 متر عن سطح البحر، عدد سكانها 1500 نسمة تقريبا. تتبع لبلدية بتمانة التي تضم 5 قرى، هي السخابة، بتمانة، بصوتير، البقعة، الجواب. وقرية السخابة تشتهر بزراعتها وبمناخ الجميل وبكسرة ينابيعها وبالألف الاجتماعي والمحبة. أما بالنسبة للخدمات لقرية السخابة فهي جيدة جدا من حيث الصرف الصحي، مخدم جميع المنازل بها، ومياه الشرب تصل إلى كل منزل تقريبا. أما شبكة الكهرباء فهي قديمة وتعمل لحالها هذه اللحظة بكفاءة عالية ولجميع المنازل. بالإضافة في تطوير دائما لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب. المدارس فيها مدرسة واحدة حلقة أولى وفيها نقطة طبية. والسخابة كقرية تابعة لبرنامج القرى الصحية، فمن عدة سنوات، من 10 سنوات، فهي تعد من القرى الصحية وفيها توعي من حيث القمامة، يعني قمنا الوعي البيئي ومعالجة القمامة المنزلي بطريقة وإعادة تكرير أو للاستفادة منها كسماد عضوي للأرض. تعددت الأسباب في تسميتها السخابة، فكل يقول ما قد سمعه من الأسلاف. بالله ليك بالضبط ما بعرف ليش، لأني في أزهار جنب منها وفي وديان وفي الشجر كويس، عودك يعني كسخاب يعني كمنظر، منظر للناس. أخذت هذه القرية اسمها من كون هذا النهر، كانت هذه البيوت تصطف على ضفاف هذا النهر بشكل سخابي، ومن ثم أطلق عليها قرية سخابي. هذا هو المعلوم والوارد لي. سخابي حرفيتها شو معناتها أستاذ منذر؟ هي مجموعة الأشجار، مجموعة أشجار، ولكن حرفيا هي عبارة عن اصطفاف هذه البيوت على مجرى نهر السخابي، وبالتالي أعطت هذا الاسم لقرية السخابي. وأجمل تسمية يمكن أن نطلقها على قرية السخابة أنها القرية الخير المعطاءة، فهي التي حملت بين سهولها وجبالها أجود الزراعات وأروع المشاريع. وليس هذا فحسب، بل أضافت إلى مشاريعها تلك مشاريع سياحية أضفت على السخابة مزيدا من التطور والجمال. نحن هلا حاليا بموقع سد السخابي في أحد المناطق الجميلة والرائعة المطلة على سد السخابي. طبعا هذا السد له أهمية كبيرة من الناحية الزراعية، كونه حجم الأمطار التي كانت في فصل الشتاء تجرف التربة وتشكل أضرار، تسبب أضرار كبيرة على المزارعين وعلى المواطنين، ولكن هذا السد كان له دور في أن تجميع هذه المياه ومنعها من جرف التربة والأراضي الزراعية، كما أن هذه المياه كان لها دور في تغذية المياه الجوفي و
الاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية الموجودة في هذه القرية. كون هذه القرية هي من القرى الزراعية بامتياز، تكثر فيها العديد من الزراعات، الزراعات الخضروات الباكوري، بندورة، خيار، يعني الزراعات الباكوري بالإضافة إلى بعض مزارع مشاتل الورد وغيرها، بالإضافة إلى الزراعات هي تكثر بها أشجار الزيتون والحمضيات والتين والرمان. بعد الظهر، فترة بعد الظهر بيلتقى عليه رياضيين وناس جايين من كافة المحافظات، يعني مو من محافظة اللاصقي. أنا لفت انتباهي أنه في ناس من حما وفي ناس من سهل الغاب ومن المدينة من جبلي ومن لاصقي، كل بها المنظر. وبغض النظر عن الرأي، منظر سياحي جميل جدا جدا جدا. وفي الختام مشاهدينا، هي دعوة لزيارة قرية الألوان والجمال، قرية السخابة.